من دبي عبر الهاتف معي جمال مرقة، خبير تكنولوجي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور جمال. إذا الفيسبوك قالت بأن تتخذ إجراءات لمنع وصول المعلومات إلى البيانات الشخصية لطرف ثالث لتقييد هذا الموضوع. تقنيا طبعا هو هذا الموضوع مضمون صحيح، ولكن كيف يمكن أن يضر بفيسبوك؟ ومن هنا إلى أي درجة هي ستلتزم فعلا أم سيكون فضفاض موضوع التقييد هذا التي تتحدث عنه؟ يعني الطريقة اللي عم بتكلموا فيها حاليا فيسبوك بعد الفضيحة اللي صارت وبعد تسريب البيانات أو استخدامها من شركات بأغراض غير اللي معروضة على المستخدمين أضرت كثير بالشركة، وزي ما سمعنا من الرئيس التنفيذي للشركة ومن عدة بيانات للشركة إنه قاموا بتطوير نظام جديد بطريقة استخدام المعلومات اللي لديهم تجاريا أو في أي أغراض أخرى. وزي ما حكيتي تقنيا ممكن اليوم هي بس قلت حضرتك الطريقة اللي عم يحكوا فيها من الفضيحة أضرت، طريقة أضرت تقصد؟ طبعا يعني كانت كيف مع أنه بالنسبة لكثيرين هي حاولت قدر المستطاع، هلأ لا يعني لم نصل بعد إلى أرض الواقع ونرى كيف سيتم هذا وسيكون دقيقا وفعلا مراقبا، ولكن كتصريحات هي فعلت ما يجب فعله أو لا؟ نعم، هي تصريحات، وممكن زي ما بنحكي تقنيا انه ممكن يقدموا عدة حلول بحيث انه يحافظوا على المعلومات بشكل اكبر، لانه في كثير اخبار انه ممكن الشركات اللي كانت تتعامل مع فيسبوك كمان استخدمت البيانات بطريقة غير متفق عليها مع شركة فيسبوك بشكل تقني، يعني انه استخدموا ادوات انه تمكنوا ياخذوا معلومات اكثر من اللي اعطتهم اياها فيسبوك. ولكن المشكلة اللي دائما بنتكلم فيها انه هذه المعلومات رح تظل موجودة عند فيسبوك، وما في شيء ممكن يضمن لأي مستخدم انه فعلا اللي بتقوله فيسبوك هو اللي رح يتطبق في المستقبل. عشان هيك يعني الموضوع في كثير مناقشات وكثير تحليلات ممكن تشوفيها 180 درجة مختلفة عن من مكان لآخر. طب نحن كيف يمكن إلكترونيا أن نتفادى الضرر؟ يعني أنا كاحتياطاتي الإلكترونية مفروض كيف يمكن لي أن أتفادى قدر المستطاع بغض النظر إذا كانت فيسبوك ستلتزم أم لا؟ تقنيا المفروض كل مستخدم يصير واعي لحقوقه ولطريقة كيف يحمي بياناته عند الفيسبوك، وشو المصرح فيه إنه فيسبوك يستخدموه وشو المصرح لهم إنه ما يستخدموه. وهذا طب وحقوقي كيف بعدين بدي طالب فيها أنا إذا حدث ما حدث؟ الحقوق طبعا رح تكون لها علاقة بالقوانين الموجودة في كل بلد. يعني في أمريكا مثلا في تشريعات كثير متطورة مقارنة بدول أخرى، إنه لو اليوم ثبت إنه شركة فيسبوك أو أي شركة أخرى استخدمت بياناتك بطريقة غير عن الشروط اللي موجودة بالموقع تبعهم ممكن ترفع عليهم قضايا وممكن تطالبي بتعويضات وكذا. طبعا هذه التشريعات بمنطقتنا أو ببلادنا بدها كثير من التطوير، ولازم المستخدم زي ما بنقول دائما يكون واعي بطريقة كيف بيستخدم كيف بحط بياناته بهذه المواقع، وكمان كيف عم تستخدم يكون عنده وعي كامل بهذا الموضوع. طيب أنا أشكرك جزيلا من دبي جمال مرقة، الخبير التكنولوجي.